في معرض للسيارات بطوكيو، كشفت شركة تويوتا عن سيارة غريبة من نوعها. فأحد جوانب هذه السيارة المسماة فان في يعمل كشاشة اللمس في الهواتف الذكية. هذه الخاصية توفر الإمكانية لتغيير لون هذا الجانب من السيارة أو لون الأجزاء الداخلية بنفس الطريقة التي يتم تغيير ألوان الخلفية في الهاتف. ومن الممكن أيضاً الاتصال أو التحكم بالسيارة عن طريق الأجهزة المحمولة. المصنعون أكدوا أن فان في هي محاولة لوضع خصائص الهواتف الذكية على العجلات الأربع، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للبدء بإنتاج تجاري لمثل هذه السيارة.